بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سينكسار اليوم 25 من شهر هاتور المبارك. استشهاد القديس مرقوريوس الشهير بأبي سيفين. في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلادية استشهد القديس مرقوريوس الشهير بأبي سيفين. ولد هذا القديس في أوائل الجيل الثالث المسيحي من أبوين مسيحيين بمدينة رومية، وسمي باسم أبادير، وتدعوه الكنيسة باسم فيلوباتير، وهي كلمة يونانية تعني محب الآب. رباه أبواه تربية مسيحية، ولما بلغ سن الشباب التحق بالجيش الروماني في أيام ديسيوس الإمبراطور. أعطاه الرب نعمة وشجاعة، فقربه الإمبراطور إليه ودعوه باسم مرقوريوس. حدثت حرب بين الملك والبربر، فخرج ديسيوس لمحاربتهم، وعندما رأى كثرتهم فزع، فطمأنه القديس مرقوريوس قائلا: لا تخف، لأن الله سيهلك الأعداء ويعطينا الغلبة. وفي أحدى ليالي الحرب ظهر له ملاك الرب بلباس أبيض وأعطاه سيفا، لذلك دعي بأبي سيفين، وبمعونة الرب انتصروا في الحرب. وقد عظم شأن القديس بسبب شجاعته، ومنحه الملك ألقابا ونياشين كثيرة، وأعطاه لقب قائد قواده، وأحبه الجميع، ولكن عرفهم القديس بأن الغلبة والنصرة ليست من عنده، وإنما هي من عند الرب. لما استراح الإمبراطور من الحرب أراد أن يبخر لأوثانه هو وعسكره، فتخلف القديس مرقوريوس عن ذلك. ولما أعلموا الملك بتخلفه استحضر وسأله عن السبب، فاعترف القديس ولم ينكر أنه مسيحي، وأن النصرة في الحرب كانت بقوة السيد المسيح. عرض عليه الإمبراطور أن يختار بين منصبه الرفيع وبين إيمانه المسيحي، عندئذ خلع منطقته وملابسه العسكرية وقال للإمبراطور: إني لا أعبد غير ربي وإلهي يسوع المسيح. فغضب الملك جدا وأمر بضربه بالسياط والدبابيس، وعذبوه بعذابات شديدة فلم يتزعزع. وأثناء عذابه دخل كثيرون إلى الإيمان بالسيد المسيح بسبب ثباته واحتماله للعذاب واستشهدوا. ولما رأى الملك أن كثيرين دخلوا في الإيمان المسيحي بسببه أرسله مكبلا بالحديد إلى قيصرية، وهناك قطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. دفنار اليوم 25 من شهر هاتور المبارك. شهادة القديس العظيم مرقوريوس أبي سيفين. عظيم هو بالحقيقة مجد وكرامة هذا المجاهد البار مرقوريوس. اشرح لنا اليوم يا محب الآب الشهيد القوي الذي ليسوع المسيح، لأنه لما أرسل خلفك الملك المنافق وكان عارفا بك أنك شجاع قوي، فأرسلك إلى الحرب صحبة جميع جنوده إذ كانوا يمشون معك. لما كنت راكضا في الحرب رفعت عينيك نحو السماء، فأبصرت يد إنسان في السحاب تتكلم معك وتقول: اغلب ولا تخف يا مرقوريوس، الذي تفسيره فيلوباتير أي محب الآب. جرد سيفك يا مرقوريوس واضرب أعداءك المحاربين لك، أنا هو إلهك وأنا أكون معك وأعزيك في جميع أحزانك وأتعابك. فإذا كملت الحرب
انظر لا تنسى الرب إلهك. سلام أبي والروح القدس يكون معك يا مرقريوس، لأنه لا بد لك يا مرقريوس أن تسفك دمك عن الحق، لا بد لك يا مرقريوس أن تقبل أتعابا كثيرة على اسمي، وأنا أرفعك إلى السماوات بمجد عظيم وتتنيح مع كافة القديسين. فلبس مثال الصليب، أعني مرقريوس، بقوة عظيمة لما غلب في الحرب، وذهب إلى ذاكيوس الملك بالمنصة وفضحه مع جميع آلهته، واعترف بالرب يسوع المسيح، فنزعت رأسه على اسمه القدوس وعيد معه في ملكوته بصلواته: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. اسمعوا أبانا باسيليوس أسقف الكبادوكية ينطق بكرامة مرقريوس شهيد المسيح في الوقت الذي أمسكه يوليانوس الجبار، أعني أنبا باسيليوس، وقيده وطرحه في السجن. فكان يصلي كل حين في النهار والليل أمام أيقونة القديس مرقريوس. فمضى القديس مرقريوس إلى الحرب وضرب يوليانوس بطعنة عظيمة، وحينما تطلع القديس باسيليوس لم يرى الصورة، فتعجب في ذاته من هذا الأمر العجيب، وللوقت بغتة أبصر الصورة قد أتت والحرب مملوءة من دم يوليانوس. فصرخ أبونا باسيليوس قائلا هكذا: قد قتلت يوليانوس أيها القديس مرقريوس. وللوقت أمال رأسه، أعني القديس مرقريوس، أمام باسيليوس قائلا: قد قتلت عدوك. فلأجل هذا يصور المصورون مرقريوس ورأسه مائلة حتى هذا اليوم. فكما خلصت أبانا باسيليوس القديس، خلصنا من يد عدونا إبليس الشرير. اطلب من الرب عنا أيها الشهيد العظيم مرقريوس ليغفر